مرة تانية بجد تحية مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، ودمتم دايما ان شاء الله في احسن صحة وافضل حال. زي ما قلنا لحضراتكم من شوية ان يعني الحمد لله النهاردة في تحسن ملحوظ في حالة الطقس، عشان كده تعالوا نطمن وناخد تفاصيل اكثر. معنا الهاتف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة. برحب بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ عاصم، صباح الخير على حضرتك وعلى كل مزارعي مصر المحترمين. يا رب العالمين. دكتور محمد، اعتقد الحمد لله تحسن طفيف النهارده في حاله الطقس عن الامس، فعشان كده اخبار الطقس خلال هذا الاسبوع يعني 7 درجات، يعني الناس محتاجه 10 درجات ولا حاجه. لا لا عصر، انا مش هرجع للشتاء تاني خلاص. خلاص احنا في الصيف. أنا فعليا اولا اهلا وسهلا بك استاذ عاصم، شكرا جزيلا على اتاحه الفرصه. الله يعزك. شكرا جزيلا لقناه مصر الزراعيه على مجهودها الرائع والكبير في مساعده ودعم المزارعين. الله يحفظك. في ظل الظروف الصعبه الموجوده دي. الحمد لله. انا تقريبا عندي اقل من 10 ايام واخش في الصيف الفلكي. نعم. الحقيقي في مصر. طبعا بسبب التغيرات المناخيه فمواعيد الفصول ونهايتها لا يعترف بالمواعيد الفلكيه. كان زمان كانت الدنيا واضحه شويه، دلوقتي طبعا الموضوع اختلف، ولكن انا فعليا خلاص فصل الصيف. انا كمزارع هاقلم نفسي على اني ما فيش عندي مظاهر من مظاهر التغيرات المناخيه الجامحه الا الموجات شديده الحراره الطويله، ودي اخطر ما يكون ان يكون في موجه حاره شديده الحراره تكون طويله. طبعا الصيف معروف في مصر انه حر، ولكن ما يكونش في صوره موجات متصله. فده احد مظاهر تغير المناخ اللي بيعمل مشاكل فعليه للزراعات القائمه، هو طول فتره الموجه نفسها. صحيح. ما عنديش مظاهر ثانيه مهمه او خطيره نقدر نقول في الصيف من مظاهر لا في امطار غزيره، ولا احيانا بيبقى في شرد اللي هو الرياح الجنوبيه الساخنه في ايام الموجات الحاره، في الفواصل ما بين الموجات الحاره وانكسار الموجات. ده الوحيد اللي ممكن نقول انها ممكن تعمل لي مشكله، غير كده ما فيش عندي رياح حماسين، ما فيش عندي اي حاجه ثانيه. فده اللي احنا نتكلم عليه وده اللي المزارع يركز عليه. نعم. انا في الفتره دي انا النهارده 5 بقونه، وطبعا كل اللي سامعيني دلوقتي عارفين بقونه بيتميز باسمه كده، الفلاحين مسمينه كده كاحد الامثله ان بقونه ابو الحراره الملعونه، لان هم عارفين كويس جدا ان درجات الحراره فيه بتشتد جدا وبتزيد فيها الطاقه الحراريه. ودي بقى النقطه المهمه. ايوه. ان لما اقول 40 درجه او 41 درجه في بقونه وابيب اللي هو 6 و7 غير 40 درجه بتاعت شهر 4 وبتاعت شهر 5، حتى لو نفس الدرجه غيرها تماما. تمام. تاثيرها مختلف تماما، قوتها مختلفه تماما. ليه؟ لان بمجرد 21 يونيو او الاقتراب من 21 يونيو تصبح الشمس عموديه على مدار السرطان اللي هي موجوده جنوب اسوان مباشره. فالأشعة الشمسية الموجودة على كل مناطق مصر أشعة قصيرة. أشعة قصيرة بتكون طاقتها الحرارية عالية. ودي النقطة اللي أنا بقول عليها، إن هنا بقى لما نقول إن في موجة حارة يبقى على طول أول بند وأول إجراء ياخده المزارع الحفاظ على سلامته الشخصية. ده عندي المهم. عدم التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة أثناء فترة الظهيرة لفترات طويلة. يعني ما تنساش وانت في الشغل كده وتروح عندك ساعتين 3 ساعات في الاشعه دي، لا قدر الله ممكن يعمل مشاكل كبيره جدا من ضربات شمس، ربنا يحمي الجميع وغيره. غطاء الراس اللي كل شويه يبله مهم جدا في الموجات الحاره، اللبس الابيض الفضفاض مهم، بلاش لبس الكم، لبس الكم وبلاش الحاجات دي كلها. انا بتكلم عن المزارع نفس ما المزارع والمواطن يعني البسيط اللي ماشي في الشارع دايما يبعد تماما عن فترات الظهيره عشان فيها الحراره بتكون مرتفعه جدا وطاقتها الحراريه عاليه. صحيح. دي اول بند. ثاني بند للكل بقى اللي كثر من السوائل، الفواكه، الخضروات، البعد عن الاكلات الدسمه والمخللات والسكريات العاليه. تمام. دي كلها مهمه جدا. البند الثاني قبل ما نخش في الاجراءات المهمه للزراعه، اتفضل. موضوع ان الموجات شديده الحراره بتستفز الهوام، الزواحف، الثعابين او العقارب او الحيات في مناطق زي الصحراوي، بتكلم على المناطق الزراعيه المتخمه للصحراء معظمها خارج الوادي طبعا والدلتا. الناس في الواحات وفي سينا البدو او اصحاب هذه المناطق، سكان هذه المناطق عارفين الموضوع ده فبياخدوا اجراءاتهم. المشكله في المناطق الثانيه الجديده، مناطق الاصلاح الجديده فيها مزارعين من جوه الدلتا فمش واخدين بالهم، فياخدوا بالهم كويس جدا ان في فترات الحراره عاليه جدا بيبقى في نشاط واضح للزواحف، وخاصه في فترات اخر النهار. ما امشيش حافي ابدا تحت اي حال من الاحوال اخر النهار، البس دايما البوت اللي بتلبس ده حتى لو الجو حر عشان لا قدر الله ما يحصلش المشكله. دي النقطه الايه، النقطه الثانيه. النقطه الثالثه تقريب فترات الري
واحيانا الري على شفتات، مره الصبح ومره اخر النهار للخضر وللفاكهه اللي في بدايه العمر، المانجا والزيتون والموالح. دي اجراءات مهمه جدا. وضع 2 كيلو فولت لكل فدان مع ميه الري على الاقل مره في الاسبوع، ده اجراء مهم للحفاظ على الامتصاص، ان يمشي بطريقه مستقره عشان بعد 37 درجه الصخور بتقف تقفل، فالامتصاص بيقف. أيوة. معظمه. فالنبات وسيادتك بتروي في الظهيره، فبتعمل اختناق ونخش بقى في عفن جذور ومشاكل وحاجات ده كده. نعم. فكل دي حاجات مهمه. انا بتكلم على توصيات عامه خلال فصل الصيف الناس تاخد بالها من ده، اسمه الانذار المبكر. ده التوصيات اللي بتقدمها مركز معلومات تغير المناخ، وبتقوم قناه مصر الزراعيه الفاضله بتبنيها ونشرها ومن خلال برنامج المناخ الزراعي ومن خلال المداخلات اللي مع حضرتك ازاي كده. كل ده لازم المزارع المصري يبقى القبله بتاعته خلال هذه الفتره قناه مصر الزراعيه، يستقي معلوماته منها. عندك ارشاد زراعي جوه بيتك، بينه وبينك ريموت تمسك تدوس كده تجيب وتعلي الصوت وتسمع. صحيح. بقى اسمع، افتح القناه الزراعيه واسمع التوصيات. التوصيات دي مش حد بيقولها يعني بيكتب منشور على السوشيال ميديا، دي علماء وناس شغاله ومؤسسات شغاله عشان تطلع لك جمله بسيطه. صحيح. تقول لك تعمل ايه. صحيح. فلو سمحت لكل مزارعين مصر اسمعوا توصيات دي. انتوا عارفين التغير المناخ ما ينفعش معاه الخبره، خبرتك اهلا وسهلا علينا وعلى راسي، ولكن بتيجي قدام المناخ المتغير وتقف عاجزه ما تعرفش. لدرجه انك بتقول لي اروي القمح ولا ما ارويش، وفي حد في الدنيا ما يعرفش يروي القمح ولا ما يرويش، بس انت خايف تروي يجي هوا يرقد. يعني الكلام ده من شهر ولا شهرين. صحيح. ليه؟ لانك ما تعرفش، الجو بقى غريب شويه. صحيح. الجو غريب، اعرف هتعمل ايه معاه من خلال متابعتك للقناه الزراعيه والبرامج المحترمه زي برنامج الاستاذ عاصم. الله يحفظك والحاجات دي. انا معلش طولت شويه بس. لا خالص يا دكتور، بالعكس شوية. احنا محتاجين طبعا يعني التفاصيل ديت عشان نفيد كل الناس وتحديدا اخواننا الفلاحين المزارعين في هذه الموجه الحاره والتغيرات المناخيه. والحقيقه انا بشكركم يعني مركز تغير المناخ على الدور الملموس والملحوظ في تعاونكم مع قناه مصر الزراعيه في تقديم كافه المعلومات المتعلقه بهذا الشان، وتاكيدا على كلام حضرتك ان التوصيات دي موجوده عندنا على قناه مصر الزراعيه سواء على البث المباشر طوال اليوم يعني في الفواصل وفي الفقرات المتنوعه، وايضا كمان موجوده على موقع القناه على الفيسبوك والموقع الالكتروني الخاص بالقناه وايضا على اليوتيوب. فحضرتكم تقدروا تطلعوا على كل التوصيات سواء من خلال مشاهدتكم لينا او على موقع القناه على اليوتيوب او الموقع الالكتروني او حتى صفحه القناه على الفيسبوك. نصيحه اخيره يا دكتور محمد معانا. بشكر حضرتك جدا الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه رئيس مركز تغير المناخ بوزاره الزراعه. الحمد لله طمنا ان النهارده في تحسن ملحوظ في درجات الحراره، انخفاض يصل الى 7 درجات مئويه، وده في حد ذاته افضل، واعطى العديد من النصائح لاخواننا الفلاحين والمزارعين في مثل هذه التوقيتات على راسها الري، ان هو يفضل يكون ري متقطع مره بالصبح ومره بالليل، وايضا تكون على فترات قريبه وغيرها من هذه النصائح. وايضا توصيات في غايه الاهميه متعلقه بهذا الشان ممكن تشوفوها على شاشه قناة مصر الزراعية طوال اليوم يعني، وكمان موجودة زي ما قلنا على كافة المنصات الإلكترونية المتعلقة بالقناة.